تنظم هذه الاتفاقية عملية التشاور السياسي بين البلدين عبر إحداث آلية على مستوى وزيري الخارجية وعلى مستوى الخبراء في وزارتي خارجية البلدين، مع الاتفاق على تبادل المعلومات في المسائل المتعلقة بالسياسة الخارجية ذات الاهتمام المشترك. لابد من توسيع هذه العلاقة في كل أقطاب التعاون، مثلما اتفقنا عليه من خلال زيارتكم مع الوزير، ومن خلال لقاءكم مع فخامة الرئيس الجمهورية، ومن خلال توجيهات العليا في هذا المملكة اللي هي نعتبرها ك مملكة ثمينة جدا لنا، ولعبت دورا ثمينا في الثورة الجزائرية، وإن شاء الله أمامنا آفاق تسمح للجزائر والمغرب أن تسترجع كل الإمكانيات حتى توظفها من أجل التعاون الثنائي. عقد هذه المباحثات عشية انعقاد اجتماع وزراء خارجية دول المغرب العربي، مناسبة للتأكيد على الحرص المشترك للدفع بعجلة الاتحاد المغربي. أما بالنسبة لوجودنا اليوم على عشية هذا الاجتماع الهام المغاربي في العاصمة المغرب الشقيق، نحن مثلكم مع الوزير حاملين طموحات كبيرة وأمل كبير أن هذا اللقاء سيكون نقطة انطلاق، خلينا نكون واقعيين، إلى تفكير جدي لتحول الاتحاد من أجل المغرب العربي من حلم اللي هو مستمر إلى حقيقة إن شاء الله في الشهور والسنوات المقبلة. قضية الحدود بين البلدين مفتاح لدعم إرادة الشراكة وتفعيل آليات التعاون السياسي والاقتصادي. الحدود الجزائرية
المغربية لابد من حلها، لكن علاقتنا اليوم تصب لتحضير هذا القرار ولتمهيد حتى هذا القرار يأتي بعد التشاور ما بيناتنا، وحتى نجعل من هذا القرار لبنة جديدة لهذه العلاقات الاستراتيجية. ما عندي اليوم تاريخ، لكن فيه إرادة للتعامل في هذا الاتجاه. وبخصوص قضية الصحراء المغربية، كان اللقاء محطة للتأكيد على أن العلاقات بين البلدين تقوم على أساس الاحترام المتبادل والثقة في الرعاية الأممية للوصول إلى حل يرضي كل الأطراف. اتفقنا أن نحترم كل طرف موقفه من الأمر ونحن نشعر بصفة واضحة منذ زمان أن هذه القضية قضية هامة جدا، ولكن في نفس الوقت ما دام هامة جدا هي على المستوى الأممي منذ سنوات وستبقى على هذا المستوى، واحنا لنا كل الثقة في الأمم المتحدة حتى تصل إلى حل مرضي للطرفين. لبنة جديدة للتأسيس للتعاون فعال بين المغرب والجزائر، وخطوة نحو بث روح جديدة في اتحاد المغرب العربي الذي تتطلع إليه شعوب المنطقة لتحقيق وحدة مغربية ناجحة. وفي هذه النشرة نصدر